الفتة طبق مصري، اللي اخترعوه هم الفراعنة. أول ناس هم اللي عملوا الفتة وسموها فتة عشان كانت بتتعمل من فتات العيش، وكان بيتحط عليها رز ولحمة. وفي العصر الفاطمي أضافوا جزئية الصلصة اللي على الفتة، وكان الملوك بيوزعوا فتة على عامة الشعب في أول أيام عيد الأضحى احتفالا بالمناسبة دي. أول خطوة هنبتدي تجهيز اللحمة وإن احنا نسلقها، واللحمة بنسلقها على طول من غير ما نغسلها. والتوابل الأساسية ملح وفلفل وبصل، ممكن نحط طبعا ورق لورا، حبهان، مستكة، كرفس، في ناس بتحط جزر كمان عشان تطعم الشرب. أنا بجيب حلة سخنة جدا، سواء حلة ضغط زي دي أو حلة عادية، وبحط معلقتين زبدة ومعلقتين زيت، وابتدي أحمر اللحمة قبل ما أسلقها، والطريقة دي تعلمتها من حماتي. هستنى بس لحد ما اللحمة تبتدي تاخد لون خفيف زي ما احنا شايفين، ولونها يتغير. لو احنا هنسوي في حلة ضغط بنحط الملح والفلفل وأي توابل تانية احنا عايزينها من الأول خالص، لكن لو هتسوي اللحمة في حلة عادية بتستني بالملح بالذات قرب ما اللحمة تدخل في السوى، لأنه لو اتحط في الأول بيعطل اللحم. وبعد كده بجيب بصل مقطعاه مكعبات كبيرة كده زي ما احنا شايفين، وبديله تشويحة مع اللحمة، مش بحط البصلة صحيحة. وبعد ما اتأكد ان البصل اخد لون حلو بحط مية مغلية لحد ما تغطي اللحم، طبعا كمية المية حسب كمية اللحمة وحجم الحلة، المهم انها تغطيها. في حلة الضغط احنا بنسوي اللحمة من تلت لنص ساعة بالكتير جدا، حسب طبعا نوع اللحمة، لكن لو حلة عادية بتاخد تقريبا من ساعة ونص لساعتين برضو حسب نوع اللحم. بعد خطوة سلق اللحمة هنحضر طاسة ونجيب فيها معلقة زبدة كبيرة علشان نحمر اللحم، ولازم نستنى طبعا الطاسة تسخن جدا جدا، وبعد كده هنبتدي ننزل فيها اللحمة واحدة واحدة علشان نحمرها من الناحيتين وتاخد لون ذهبي جميل. كده اللحمة جاهزة، شكلها قمر. الخطوة الثالثة هنحضر الصلصة ونبتدي بقى نستخدم التوم، الفتة يعني توم. هندوب معلقة زبدة ونحط فيها نص معلقة توم صغيرة، لأن طبعا الصلصة ما تبقاش كميتها كبيرة قوي. ولما تحمر هندوب معلقتين صلصة كبار ننزل بيهم مباشرة على التوم. لازم ندوق بقى نشوف نظبطها، محتاجة ملح، فلفل، مية، ونسيبها تغلي وكده تبقى خلصت. وفي هذه الأثناء نكون بقى حضرنا رز أبيض من غير شعرية علشان الفتة. وتيجي بقى المرحلة اللي بتخلي ريحة البيت فتة فعلا، نجيب معلقة توم كبيرة على معلقة زبدة كبيرة علشان نحضر الطشة بتاعت الفتة اللي بالخل والتوم. أول ما التوم يبتدي يحمر هنجيب نص كوباية خل لكل لتر شوربة، نحط الخل على طول على التوم، هنبتدي خلاص نشم الريحة وننزل عليهم بالشوربة، وبرضو ندوق ونظبط الملح إذا كنا محتاجين ملح أو فلفل، ونقلب ونسيبها تغلي. ونوصل بقى للمرحلة الأخيرة اللي هي أحلى مرحلة، إن احنا نجمع الطبق. هنجيب عيش مصري متحمص، والعيش ده أنا عاملاه في البيت وهقول لكم طريقته في الفيديو اللي جاي، ونحط عليه رز أبيض مفلفل. بعد كده هنرص قطع اللحمة اللي احنا حمرناها، وأنا مقربة لكم الكاميرا جدا عشان تدخلوا معايا جوه الطبق، ونحط الصلصة فوق الرز، هيبتدي بقى كده شكل الطبق يبان وتظهر معالم الفتة. الطبق كده جاهز، مش ناقصه غير أهم حاجة، مغرفة الشوربة اللي غرقانة خل وتوم. كل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفا.